السلام عليكم، شنو احوالكم؟ ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام ابني سيكل كما العاده، والله لا يغتنى عاده ديما نطلع عليكم البنات فيديو هكا فيه نهايرين عادي هكا مع بعضنا. ان شاء الله فيديو نتاع اليوم هكا يعجبكم ويني رضاكم. اهم حاجه ديما نبداو عاد بسم الله وعلى بركه الله، نقصد ربي لي الكويجنا في فطور الصباح، ونصليو على سيدنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. اليوم البنات عندي خبز باجيت بيت، باش نقصو كيما هكايا وندهنو بالزيت ونحطو هكا يتحمص هكا شويه في الفور، باش نعديو بيه هكا مع شويه اومليت، والا تعملوه مع جبن زاد بنين، اما ديما نمسحو هكا بشويه زيت زيتونه يجي بنين. كان باش تعملو زبده مثلا للفطور تولي تدهنو زيت وثوم مرحي مع بعضو يعطي نكهه على محلاه. اميني حقيقة باش نعملو الفطور الصباح، قلت بالك اللي يحب يعملو بالفرماج ولا يعملو بالمعجون والا شوية شوكولا. به لهنا عندي اومليت حضرتها، فوحتها بشوية ملح شوية فلفل اكحل، سهلة هي، باش نحشيها بالطماطم والبصل والفلفل، وزادة تنجمو تحطولها اجبن، وكهو هذه فطيرتنا اللي في الصباح، باش نحضرهم هكا في صافي ساعة سريع. من بعد نعطيكم زيدا ادبارتي زيدا شنو حضرت اليوم وين باش نخرجوا وشنو اخر زيدا، ونعطيكم حويجه حلوه للعشويه تنجموا تعملوها زيدا لفطور الصباح، اما حضروها ما يسالش تقعد لكم حتى الغدوه معناه. كيك ياسر بنينه، ان شاء الله تجربوها وتاكلوها ان شاء الله يا ربي بالصح. باش نكملوا توا نحضروا الفطيره ومن بعد نوريكم بقيه الفيديو. باهي بالنسبة لدبارتي اليوم، طيبت روز مفور بالصلصة، معروف هو الحقيقة الروز نتاعنا التونسي، طريقة سهلة باش نحط قرين فلفل توا في آخر حاجة بعد ما حطيت له الصوص، وتبدأ نصب الصوص بشوية بشوية في وسط الكسكاسة، أما ديما من الأول نغسل الروز نفوره، تفويرة ثانية نعاود نغسله، والتفويرة الثالثة نقعد نصب له في الصوص بشوية بشوية لين كعبة الروز تطيب، وآخر حاجة نحط قرين فلفل. هذيك الصلصة نتاعو مورها مريقلة. بالنسبه لعشيتي حضرتها فيسع فيسع مرقه بطاطا باللحم، سله سله لين نشقلها قرين فلفل في الاخر. وتو باش نحضروا خبيزه جاتو سهله باي غله موجوده عندك في الدار. اول حاجه يا لاله يلزم عندك يكون 100 غرام زبده بحراره الغرفه، 100 غرام يزي فيها البركه، عليهم يا لاله 6 مغارف كبار سكر، انا قيس بالمغرفه، وذي اللي تستحق لا ركاضه لا حتى شيء، بدايه كل شيء حويجه بركه. اك السكر ذوبه مليح مليح، المهم يبدا مش ظاهر لين تولي كيما الكريمه كالزبده. شفتوها الزبده كيفاش رطبه، مازمهاش تكون ذايبه، ماذي بكم تخليوها في القوام هذايا. حسلوا لها باش نكمل توا نخلط، ومن بعد نضيفوا لها زوز عظيمات
أنا كمية الحقيقة بسيطة، أما البنة عالمية بصراحة. وعندك خوخ، عندك مشميش، عندك تفاح، يلا أعمل اللي تشتي، كلهم مبنين بالنسبة لي. يعني مش عملها اليوم بالخوخ، حاسلو لهنا باش نكمل نذوب لك هالكريمة سميها إني زبدة والسكر مليح مليح، ومن بعد نركضو أكزو زعظيمات معاه أكهو به. بعد نكمل بقية الوصفة، أكيد نكتبها لكم البنات وإني نتكلم تو في الفيديو. بهي حويجة سهلة هكا على السريع، تنجم تفطر بها قهوة في الصباح. اللهم صلي على النبي، تشبع وتقنع، خاصة انك صغيرات اللي ميكلوش الغلة. اني نقول والا تبدا غلة ساعة تبدا على الطاولة وتقعد ما ياكلوهاش. اي استغل الفرصة ومشي حضرهم، اعملهم خبزة جاتو. المهم ده هنا قعدت نركض فك العظيمات مليح مليح باش نستحقوا اليوم زيادة البنات الكريمة السائلة، ما كريمة القشطة تجي فيها. راهو حتى نوريكم اللي باش نستعملها اني اليوم، ونسحقوا زيد الباكو خميرة، باكو خميرة حلويات باش نستعمل الكريمة هذه اليوم. قشطة سائلة وإلا تاخذ العادية متاعنا كالحكة اللي يبدا عندك موجود، معناه الزوز يمشي. أماني هذه نحبها في اللي جاتو، صبيني هيشي تو هذيك الكل نعاودو تو نخلطو مليح مليح. باش نحطو زيد رشة ملحة، رشة صغيرة مش برشة. وبالنسبة للفرينة باش نسحقو اليوم 250 غرام فرينة أكاو. لهنا حبيت تحط سكر فانيليا حطه، وإلا عصرة قارس كيما تحب، أما هي هكا الروسيت. لهنا تو باش نحط الجزء الأول من الفرينة ونكمل ونحطو الخميرة. حطيت رشة الملح ونحطو باكو خميرة 10 غرامات قياسها هكا هو. توا نخلطو هكا بالسيسة والسيوسة، وهذه توا الصوص حاضرة راه. شفتوا كيفاش سهلة وماهيش صعيبة؟ أي جربوها جربوها حتى في العشوية. توا عندك كعبة تفاحة، عندك كيما إني توا باش نستعمل الخوخ، وإلا هي عزها الحقيقة متاع ربي بالمشمش. بالمشمش بنا وحدها بصراحة، خطر فيه هيك القروسية شوية مبن ومحليه محليه في الجاتو. أميني الحقيقة أني وقتها قلت هي عندي هالكعبيت الخوخ نقصهم ونحطهم ونزين بهم. شفتوا قوامها كيفاش يزم يكون، مازمهاش تكون جيري راهو كيما الجاتو العادية، لا هكا كيما الخليط هذي. ولا خليها توا على الشراء، وباش نكمل توا نقص الخوخ ومن بعد نحطها في طبيق. الطبيق بطبيعة ندهنوه بالزبدة البنات على 180 درجة، نحطوه في الفور. وهذه ليلة العين حضرت، هاي خلي هذيك وكهو. تو باش نبدا نقص فيهم هكا جرار جرار الخوخ هذا اللي عندي طبقاي المفرطح نقولو واحد. انا دهنت الطبيق نتاعي بالزبده، بطبيعه اي طبق عندك تحبه وانت تحب تحطو، اما ماذا بيكم يبدا هكا مربوع ومزيان يزي فيه البرك. يعني ديما فاك طبيق نخدم فيه يعجبني خاطر، وزيد يوريني كي نحب البلار اكثر. كي نبدا نطيب في الفور راها كحمارت من اللوطه، نقول لك هاو سي هاي تعبت. فيسا فيسا ما تحضر راهو، ما تغفلش عليها. ومش نصففهم هكا ورا بعضهم، حسيلو بعد ما تكمل اكيد باش نوريكم نقص لكم منها براي، باش نوريكم شكلها محليه وريحتها بنينه، رغم اللي ما حطيناش لا سكر فانيليا لا حتى شيء. الكريم فريش اللي حطيناها بالحق روعه، جات عملت هشاشه وبنه للوصفه بصراحه. اكا هو نكمل توا نطيبوها ونوريها لكم.
وهذه هي الكيكة نتاعنا. ما نحكي لكم مش البنيت على البنة، ما صبرتش الحقيقة فيسة ما بديت ناكل فيها زي انت بالسكر المحور، اللهم صلي على النبي. وكملت العشوية نتاعي بعد صاحبتي، عملنا قهوة عربي كعيبة غريبة، عدينا عشوية مزيانة. وديما نحب كي نخرج نهزكم معايا، نام وتحويس هكا تغيرونا حتى بالكرهبة، دورة هكا تحفونا، وكل كليب عامل فيا محلين، نحبني الكليب برشا واللقطات سموت عليهم. شيخ عليهم لايكا اسمه هذي الحلوف. حسيلو ونختموها اكيد كعبة بريكة كي وكعبة فريكة سيفك العشية فرد برا نتعشيو. وحكم معايا حسيلو ونعملو الدورة مع بعضنا في سهلون سوسة. شوفوا كشويرة سوسة شوية، برشا جو برشا اجواء كي خاصة نقبل المغرب هكا بشوية تلقى تبدا تحفل سوسة. نقول واحد حسيلو هذيك عمك لايك عاملة لي جو اني تو. من بعد تو باش نخرج انا وياكم اكيد، ونمشيو للحانوت نوريكم الفريكاسي والبريكة المزيانة، وهيكو معاي نوريكم زادا البلاي سوي بهي. هنا قريب نوصلوا عند حمدي، حمدي اللي بيع الفريكاسي والبريكا والشاباتي والشاباتي المسكره زيده والملاوي، اللهم صل على النبي. كل شيء عنده الحقيقه وبنين على محلي، خاصه اني نحب البريكا. عنده البريكا البنات زوز انواع، معناها تبدا مشخشخه فيها جبن وكل شيء، وفما البريكا العاديه، حتى البريكا العاديه بنينه راه بتبيعك الفريكاسي هذيك ما نحكيش عليه، معروف وسهل، وحتى شباتي زيد. المهم الحانوت معروف عند حمدي وين رومبوا جامع المصدقه، كتهبط اللوطه شويه وتلقاه سهلك ومعروف. وكا خلينا كعبه البريكه المزينه وتعشينا فرد المره وروحنا. ولهنا البنات نوصل معكم راهو نهاية الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله عجبكم فيديو كان على طبيعته، نهاية عديته معكم مصبح حتى ايش لليل، ان شاء الله يا ربي نرضاكم. اهم حاجة مبقى كان نشكركم انكم ديما تتبعوا فيا وديما تشجعوا فيا بتعليقاتكم الحلوة، ان شاء الله ربي يحفظكم ويرزقكم الوقت الطيب ويخليكم ليا الناس الكل، ان شاء الله نشحلكم زادا وليداتكم باش نخليكم تو كان في ضمان ربي في حفظه. اعملوا لي لايك على الفيديو وتنسي واش عاده، وكان انت اول مره تدخل قناتي وتزورها مرحبا بيك تشترك فيه. اي نقولكم تو بسلامه، باي باي.